مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم حول موضوع مهم جدا، نظرا لما نراه أو نسمعه من قناعات واعتقادات خاطئة في مجتمعنا أو عند تصفحنا لأحد مواقع التواصل الاجتماعي. ونقصد بتلك الاعتقادات التي نعتقد صحتها 100% والتي قد تلقيناها في السنوات المبكرة من تشكل وعينا. في هذا الفيديو لن نحيط بكل تلك القناعات لأن ذلك صعب، فقط سنوضح ونبين أخطار هذه القناعات على حياتنا وعلاقاتنا مع خالقنا وأنفسنا ومع من حولنا. وبالتأكيد نتكلم هنا عن تلك الاعتقادات السلبية، أما الإيجابية لا مشكلة فيها. إذن لنبدأ على بركة الله. هناك قناعة منتشرة كثيرا وخصوصا في المجتمعات الإسلامية، وهي أن كثير الابتلاءات والمصائب دليل على حب الله لك، وهذا اعتقاد خاطئ. وإلا أن من يعيش في نعيم وصحة وطمأنينة فهذا يعني أن الله لا يحبه، ويؤكدون صحة هذا الاعتقاد بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وها نحن قد علمنا سببا من أسباب تلك القناعات الخاطئة، وهو الفهم الخاطئ لبعض الأحاديث النبوية. فالابتلاء ليس دائما شيء سلبي، فعندما يهب الله لإنسان قدر من المال أو زوجة صالحة فهذا أيضا ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه لكي ينظر كيف سينفق ذلك المال وكيف سيعامل تلك الزوجة الصالحة. وهناك اعتقاد آخر خطير الذي يقول أن من أراد أو من طلب العلا سهر الليالي، أي أن من أراد النجاح والفلاح والتفوق لا بد من أن يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل. وهذا علميا شيء خاطئ، لأنك عندما ترهق جسمك بالمذاكرة أو عمل ما فأنت ستصحى وأنت تعبان ولا تستطيع فعل أي شيء بإتقان. ومن الممكن أن تغير ذلك بأن تستيقظ في ساعات مبكرة وتبدأ في إنجاز مهامك. أرأيت خطورة هذه القناعات على حياتك وكيف أنها تصعب وتعقد الأمور من حولك؟ وهنا قد نكون وصلنا إلى محور هذا اللقاء. أنا لدي قناعات واعتقادات، لكن كيف أتخلص منها، أو بالأحرى كيف أغيرها لقناعات إيجابية؟ أمر ليس بشيء صعب، فقط يحتاج إلى وقت وأخذ قرار نابغ من عقلك الواعي. إنك إذا اتبعت هذه الخطوات إن شاء الله ستفلح في تغيير قناعاتك السلبية. أولا، استشعر مضرة اعتقادك القديم ومنفعة الاعتقاد الجديد. ثانيا، اخلق شكا، وهذا من أهم ما يزعزع الاعتقاد بداخلك، وخلق الشبهات والشكوك. فعندما تبدأ تشك في شيء ما فأنت حتما تعتقد أنه خطأ. ثالثا، نفذ اعتقادك الجديد، قم بخطوة عملية تقوي وتؤكد الاعتقاد المراد تبنيه، واستمر في تكراره من 6 إلى 20 مرة حتى يصبح بالنسبة لك عادة لا تتجزأ من حياتك. واعلم دائما أن الاعتقاد الصحيح دائما ينفع، والاعتقاد السقيم دائما يضر مهما كان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر أو لفيديو آخر بإذن الله.